فيديو جديد هو خبز ترك بامبيد. دوكا نروحو لي زانغريديون. عندنا كاس تاع حليب دافي وكاس تاع ما دافي وحوالي 4 كيسات تاع الفرينه وملعقه كبيره تاع سكر سمول، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، وملعقه كبيره تاع بودره الحليب، جوج ملاعق كبيره تاع ماء زهر، وشويه تاع سينوج والجنجلان، وملعقه صغيره تاع الملح، و كاس تاع لاتاي تاع زيت نباتي وبيضة فور لا ديكو. دوكا نروحو لا بريباراسيون. نبداو بالحليب، بعدا تشيك الماء، سكر، نزيدو لو ماء زهر، نخلطوه، بعد تلك الفارينة كاس برك، دوكا نخليوها ترتاح لمدة 10 دقائق، نغطيوها. هاوليك الخليط ديالنا بعد 10 دقائق، ودوكا نزيدو بعد زيت نباتي، ثم بعد ذلك الملح، ونخلطو. دوك نزيدو الكاس تاع الفرينة الثاني، شوفو شوفو نليتني البيتران بالمغرفة برك، والكأس الرابع نزيد له تدريجيا. نزيد له حوالي نصف كأس، ودوكا نزيدو الكأس كامل الفارينة كامل اللي بقات. كيما راكم تشوفوا بلي 4 كيسة كامل تاع الفرينة درناهم. ودوكا نخليوها يرتاح لمدة ربع ساعة، نغطيوه. أنا attendant نجوزو السنيوة. أنا دوكا وجدت جوج سنيوات
دهنتهم بالزبدة باش كيف لتحت يجي خفيف. هاي ليك دوكا لاباط ديالنا تنفخش، دوكا نقسموها اون دو، وحده نديروها هنا والاخرى نديروها هنا. وعندنا هنا الزيت، شويه تاع زيت نباتي بنت مخيديه باش ما يتلصقش، باش ما يتلصقش لاباط ديالي. هاي ديك لا بروميير، دوكا نوريكم كيفاش درت هذا الموتيف، تبعوا معايا. نجيبو شويه تاع الجنجلان، دوك نجيبو البيض والبانسو. دوكا نخليوها ترتاح ونشعلو الكوشة، وكي نشوفوها باللي طلعت ندخلوها. هاوليك دوكا الخبز التركي ديالنا، شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا شوفوا كل قطن. ودوكا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعيل جرس الكاس لكم كل جديد، وجام وبرتاجوها مع كامل الزامن ديالكم. باي باي، شيا طيبه.